السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نحكي على كارت خطير، ومن أقول خطير فهو خطير جدا، يعني ما تصورون إيش قد خطير. وأنا يعني أشوفه من أفضل الكروت اللي موجودة بكلاش رويال، ولو أن يتقدم عليه البرنسس. برنسس مداها ومجالها واسع كبير، الرينج مال التدمير مالها، وتشتغل على الجوي وعلى الارضي. فهو كارتنا اليوم راح يكون الهوغ رايدر، راكب الخنزير. الهوغ رايدر صدقني كارت قوي، ويستهدف مباشرة الابراج ما لم يتم تحويله الى مبنى او اي شيء، مدفع او اي شيء تخليه تغير اتجاهه يعني عن البرج. مجرد ما تنزله راسا يروح للبرج على طول. فاليوم راح نحكي على الهوغ رايدر. الهوغ رايدر سريع، سرعة فائقة، والعدو اللدود ماله بالمدفع. طبعا انا جبت مدفع وياي، خاف صاحبي الخصم عنده هوغ رايدر، راح استعمل مدفع حق ديستنكشن يعني اغير اتجاهها. وعندي فاير بول خاف يعني تستخدم للكثير، للهياكل العظمية، للمباني، ايضا عندي حجد المينيوم هورد. والمينيوم معروف يعني اذا اكو مبنى مضاد وهاي فيرنو لو مثل اي شيء تقدر تستخدمها لتدميرة. هو الارشر دفاع يعني مكسيرة قليل، مع انهم يبدون ترقية شايفين هم واللايتنج، بس ما عندي ذهب حتى رقيهم، راح العب يوم ليفل 7 ما يخالف. وعندي ايضا غيلان الرمح الجوبلين يعني استخدمهم للدفاع الجوي، والاسهم طبعا ضد المينيون هورد والمينيون والهياكل العظمية تستخدم لكل شيء. اللايتنج تستخدم ضد المباني، اذا اجت مباني يعني بطريق الهوغ كثيرة وهاي نستخدم اللايتنج ندمرها. راح العب بالجيش ان شاء الله، وراح تشوفونه ويشوفون مدى قوة الهوغ رايدر او راكب الخنزير. نبدي على بركة الله. شايفين انا لو العب الهوغ رايدر انا راح ما عليه من هذا، راح ادمر المبنى ماله بالمينيون. شايفين طيب راح احط المدفع حتى الفت الانتباه على الجاينت. الان راح ادفع بالهوك. ناخذ المينيون، نحاول ناخذ من البرج ماله.
هذا ما يهمني طبعا، البرج مسيطر معي. حط ال الان راح ادفع بالهوك رايدر، راح ياخذ البرج الهوك رايدر بكل بساطة. انا اكتفي بالبرج، وفزنا الفوز ببرج واحد نجمة واحدة او كراون واحد، مثل الفوز بثلاثة يعني، كله يعطيك صندوق واحد. شايف المدفع شلون يسوي ديستراكشن للعملاق، ما يخليه يروح على البرج، يجي منها في المدفع. يعني انا باعتقادي كارت قوي يعني ضروري كلش، من الكارتات اللي لازم واحد يشيلها. طيب نغلق شو اسمه، عندنا هنا واحد حصلنا ذهب شوية الحمد لله. راح نلعب معركة ثانية، راح نشوف شنو يلعب هو. خذها من البرج مالنا بس ما يخالف. الان حان دورنا لاستعمال الهوغ رايدر. من ينزل العملاق معناته فرغ من الاكسير، وحان دوره. شوف شنو راح ننزل، راح ننزل مبنى طبعا، هذا يلعب على المباني شايفين. راح ناخذ البرج ان شاء الله. راح اعطيك الى راح العب الخنزير ايضا والمينيون وراء. هو سلم طبعا،
الهجمة الثانية كانت في الهوغ رايدر. راح افتح فتنا كارت والله ما اعرف الصراحة. هذا الكارت اول مرة اشوفه، راح اخذه اشقياء يعني ما اعرفه انا، ان شاء الله خير. راح افتح هاي، خليه يفتح 4 ساعات وراح نلعب معركة ثالثة بالهوغ رايدر. هذا نفس الغبلة يلعب على شو اسمه، على المباني. شايف الهوغ رايدر ما له حل يعني. هذه الفالكري ما اذبهم يمها، اذبهم بعاد شوية حتى يعني اذا ذب يم الفالكري شو اسمه الجوبلين دمرهم، فذبهم بعاد شوية عنها. راح نلعب على البرج اللي على اليسار، راح نطي هذا المبنى حتى يجي عليه. وراح ادفع بالهوك، ما علينا من البرج اللي على اليمين. راح ناخذ البرج، شايفين الفالكري ادتنا شوية. راح اخذ البرج الثاني، واحتمال اخذ الثالث بعد. هذا ثالث انتصار احبتي، بس حتى ادليكم شلون تلعبون بالهوغ رايدر. الهوغ رايدر كارت قوي اذا عرفت شلون تلعب فيه. اتمنى يكون الشرح اليوم انطاكم درس في لعب الهوغ رايدر، او حتى الغاكم لقاء جديد. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.